أمام هذا الحشد يجدد الرئيس التركي موقف بلاده الغاضب من الحرب الإسرائيلية على غزة، موقف بدأ بمثابة رسائل إلى واشنطن قبيل ساعات من موعد وصول وزير خارجيتها إلى أنقرة. إن من واجبنا نجدة أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم، ومن مقتضيات مسؤوليتنا التاريخية أن نصدح في من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللا أخلاقية والدنيئة. أوساط تركية ودولية عديدة تترقب المباحثات بين وزير الخارجية التركي وضيفه الأمريكي الذي يجوب المنطقة بحثا عن حلول، فما الذي ستقدمه تركيا؟ تركيا تجري محادثات دبلوماسية هادئة ومعمقة منذ بداية الحرب، ولديها اتصالات مع أطراف فاعلة ورؤية للحل سوف تعرضها على واشنطن. على الأرجح لن نحصل على نتائج تفضي الوقف الفوري لإطلاق النار، لكن الأكيد أن لقاء الاثنين هو نتيجة ما بذلته أنقرة من مباحثات في الأسابيع الماضية. وعلى أجندة اللقاء المرتقب وفق مصادر دبلوماسية، دعوة أنقرة لواشنطن إلى الضغط من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية التركية إلى غزة. وأيا كان سقف التوقعات من محطة بلينكن في تركيا، فإن اللقاء المرتقب ينظر إليه بوصفه اختبارا عسيرا للعلاقات الدبلوماسية الأمريكية التركية التي عرف عنها التباين في كثير من ملفات المنطقة. محمد المشهر، وسكان نيوز عربية، أنقرة.